للحديث أكثر عن الموضوع معنا من بيلفاست الاستشاري في الطب النفسي دكتور مأمون المبيض. صباح الخير دكتور. صباح النور سيدة ولاء. يسعد صباحك. طبعا اليوم عم نحكي بموضوع يمس كثير من الأطفال السوريين إن كانوا بداخل سوريا أو حتى بأوروبا، لأنه يوميا تقريبا عم نسمع عن الإحصائيات وأرقام ترتفع نسب الطلاق بهذا العصر وهذا الوقت الذي نعيشه لأسباب مختلفة نناقشها لاحقا. بس اليوم وقت بنشوف طفل أبوين منفصلين يعني لابد أنه نحكي عن الموضوع ونتوسع فيه مثل ما نعمل مع حضرتك حاليا، لأنه رح تخبرنا أول شيء لما الطفل يشعر أنه الانفصال قد وقع، ماذا يشعر؟ شو الأحاسيس اللي بتجي وشو بيكون عم بفكر؟ جميل. أولا أشكرك سيدي ولاء على أنك كثيرا ما تطرحين مواضيع متعلقة بالأطفال، هذا يعجبني، فالأمر هام وحيوي للمربين، للآباء، للأمهات، للإعلاميين. موضوعنا اليوم يلي اخترتيه حقيقة أنا أعتقد أنه يفيد الحديث فيه على الأقل ثلاثة أسباب. السبب الأول مدى انتشار حالات الانفصال سواء الطلاق أو غيره. طبعا كونه منتشر هذا لا يجعل منه أمر طبيعي، فهو ما زال أمر غير طبيعي. الأمر الثاني، السبب الثاني، ربما ضعف وعي الكثيرين بآثار الانفصال على الأطفال، وكما ذكرتي كيف نتجنب هذه الآثار. وأخيرا حساسية الأطفال لأنهم ما زالوا في مرحلة النمو والتطور. فماذا يشعر الطفل عندما يعيش الانفصال؟ لا شك أن انفصال الوالدين هو أزمة للطفل وقلق واضطراب لكامل الأسرة. وأحيانا سيدي ولاء الانفصال قد يكون أكثر يعني آلاما من مجرد أو من وفاة أحد الوالدين. هون نحن نفرق بين ثلاثة مراحل التي يمر فيها الطفل في الانفصال. هناك أحداث ما قبل الانفصال غالبا يعني يكون فيها بعض الشجار والخلافات وغيرها يعني بالتالي يؤدي إلى الطلاق، وهناك الانفصال أو الطلاق، وهناك الآثار على المدى الطويل والبعيد. طبعا الأمور التي يعني يعكسه الطلاق على الطفل كثيرة. هناك الأمور السلوكية، النكوص، تبول الليلي لا إرادي، مص الأصبع، أي رجوع إلى سلوكيات مر فيها الطفل وقت كان طفل صغير. أعراض القلق والخوف، أعراض الاكتئاب والانطواء والانسحاب. أحيانا يبدو الطفل أكثر توتر وانفعال وتقلب في المزاج من وضعه الطبيعي. تكثر طلباته، وخاصة طلبات التطمين، يريد أن تطمئن أمه أو يطمئنه أبوه. التعلق الزائد أحيانا أحد الوالدين، زيادة المشكلات مع الآخرين سواء في المدرسة أو في الأسرة. وأيضا هناك مشكلات سلوكية داخل المدرسة، العنف، النزاع، وأخيرا أقول هنا تراجع الأداء المدرسي. هذه كلها يمكن أن تكون من آثار الطلاق على الطفل. هي ردات الفعل اللي يمكننا رصدها، وكثير من الحالات ذكرت أنه أطفال عانوا منها للأسف. بس لفتني بحديثك أنه ربما يكون وقع الانفصال أكثر من موت أحد الأبوين. صراحة جملة يجب الوقوف عندها طويلا والتفكير فيها كثير، لأنه الموضوع خطير. يعني أكيد نعرف له آثاره الكبيرة، بس يعني هي الجملة بتخلينا كثير يعني نعرف ليه وكيف لازم نحن نتصرف بهي الحالات، لأنه ما حدا بيتزوج ومقرر أنه يطلق، وما حدا بيجيب أولاده هو عفوا بيعرف أنه بعد كم يوم بده ينفصل، ولكن تحدث هاي الأمور. مشان هيك لازم نكون كتير واعيين. خلينا نسأل قديه مهم أنه نحن نهيئ الطفل قبل الانفصال، وكيف لازم تكون هاي التهيئة؟ يعني أكيد ممكن يصير في مشاكل أمام الطفل، ولهذا يمكن حسب حضرتك يعني المفروض ما يكون أصلاً ويكون ممنوع، والطفل ما يشرك بصراخ أو ملامة أو شو ما كان عم يصير قبل الانفصال، ولكن حدثت. كيف منهيئ الطفل وشو منخبره؟ ليش نحن عم نترك؟ وشو لازم نقله لحتى هو شخصياً يطمن؟ تمام. يعني هو أريد أن أقول كما ذكرت في التقرير سيدي ولاء، أنه نخرج بأذى نفسي
يعني أقل أذى نفسي. أنا أقول في جملة أستعملها عادة أنه لابد من الجراح بسبب الطلاق، ولكن على الأقل نخرج بأقل الجراح. طبعا تهيئة الطفل أو الأطفال أمر ضروري، وهذا يعني بحسب طبيعة الطفولة. كثير يعني هل تتصوري سيدي ولا أنه بعض الأطفال الصغار يلومون أنفسهم على طلاق الوالدين، يعني يشعرون بالذنب أنه ربما أنا ما كنت أسمع الكلمة، أو لأنه كنت عنيد، أو لأنه فعلت كذا بابا وماما تطلق. طبعا كيف نخبر الطفل؟ مثل كثير من المواقف على حسب المرحلة العمرية. أنا أقول عادة مع الأطفال الكبار السن، يعني 12 13 14 15، أفضل الحديث المباشر معهم. بالنسبة للأطفال الصغار يعني بدنا نوجد طريقة تخفف شوي، يعني مثلا بابا وماما سيسكنون في بيتين مختلفين، أو يمكن أن نقول لهم، هذه أنا أفعلها عندما تستشيرني بعض الأسر، أقول له بابا بيحبك وماما بتحبك بس بيناتهم خلاف، فأنت يعني بمعنى أنت ما دخلك في الموضوع، يعني مو أنت السبب. أو أحيانا أقول لهم يعني بابا جيد ماما جيد، ولكن أحيانا بعض الناس الجيدين لا ينسجمون مع بعض. فإذا على حسب المرحلة الأولية، وأنا أفضل أنه يطلع الموضوع من الأبوين وليس من طرف ثالث من خارج الأسرة. ربما حسب ما قرأت أمس أنه وجود الشخصين مع بعض وأخبارهم للطفل بغرفة واحدة ربما وبطريقة نبرة هادئة يعني بيهون على الطفل هذا الموضوع، ما بحس أنه صار في اثنين أعداء طالما قادرين على التواصل معه وهن موجودين مع بعض. وموضوع فعلا يعني الطفل يتحمل مسؤولية كثير من الأشياء تحدث حوله، وهذا لازم نكون دائما منتبهين له. وفكرة أنه يمكن أكثر شيء بيأثر فيه مثل ما ذكرت حضرتك هو خوفه على أمانه. طب هدول الاثنين بطلوا يحبوا بعض، أمتى رح يبطلوا يحبوني؟ أنه صاروا ساكنين ببيتين لحالهم، فأنا كمان ممكن يحطوني ببيت ثالث. يمكن فهم هاي المواضيع وتركيزها شرحها للطفل بأنه الزوجين بينهما عقد، ولكن الأم والأب ليس هناك عقد تنتهي صلاحيته بينه وبين الأطفال. تكريس يمكن هاي المفاهيم هو اللي شوي بيحمي الطفل بهاي المرحلة. هل أنت معي أم لا؟ أحسنتي، وهذا مؤشر على أنه أو يعني من الشيء المطلوب أنه الموضوع مو بالضرورة ينتهي بجلسة واحدة، وإنما مثل ما أشرتي رؤية الأطفال للأب والأم جالسين مع بعضهم يتفقوا على أنه هن خلص لح يمشوا في طريقين مختلفين، يعني ولا تنسوا الفضل بينكم، أنه يعني في محبة، في تقدير، في احترام. وتقريركم أشار إلى بعض الأخطاء يلي ممكن آتي إليها بعد قليل. عكسها أنه يشعر أنه بابا وماما لطفاء معي وبيحبوني بالرغم من أنهم يعني سيسيروا في طريقين مختلفين. جميل. طيب ممكن الطفل خلال مرحلة الانفصال، أو بدي أسألك أنه في مثلا أطفال منشوفهم بمر سنوات على الانفصال ولسه بيسألوا ليش انفصلتوا، يعني لسه بيسألوا ليش بابا مو عايش معنا، أو ليش ماما غير موجودة، أو ليش أنا مو مثل رفقاتي اللي عندهم أب وأم وأخوة وإلى آخره. هل طبيعي أن يستمر الطفل بالسؤال؟ وهل هناك عمر معين هو الأخطر في الانفصال؟ يعني الوحدة أو الشخص هيك يهدوا شوي، يستنوا لهم هدول كم سنة يمرقوا وبعدين يأخذوا القرار، ولا شو الترتيب؟ سؤال جيد، بدل على خبرة يعني عجيبة. طبعا طبيعي جدا انه الطفل يعيد يسال، لانه يعني اكون صريح معك، يعني بعض الاباء والامهات المطلقين او يلي على وشك الطلاق هن نفسهم بيكونوا في ازمه ومو فاهمين ليش هذا الموضوع، فمن باب اولى على الطفل. وانا اريد ان اقول انه اذا اعاد السؤال مره وتنتين وثلاثه مو معناتها لانه نسي ما قلنا له، وانما ربما لاسباب اخرى، منها مجرد يريد أن يطمئن مجدداً على أنه ما زال محبوب من أمي وأبيه، أو لأنه يريد أن يسمع تفاصيل أكثر، يعني بمعنى نعم الله يجزيكم خير كلمتوني وشرحتولي بس لسه بدي تفاصيل أكثر. أين سأكون أنا، هو يقول في نفسه، أين سأكون أنا بعد 5 سنين أو 10 سنين. أحياناً
هذه طريقته في تقديم دعمه، هذه نقطة هامة. أحيانا هو يريد أن يدعم أمه أو يدعم أبوه، فوقت بيسأل كأنه عم يقول له بابا أو ماما خلينا نحكي بالموضوع لأنه أنا حابب أقدم لكم الدعم. الشق الثاني من سؤالك أنه المراحل الأقصى، طبعا هناك في ظروف، يعني أنا مر علي أسر الأبوين أو الزوجين قرروا الطلاق ولكن بيأخروه لبعد العيد أو لبعد الامتحان الثانوي أو امتحان معين أو كذا، أو بعد أن يشفى الطفل من مرض أو الجد مرض أو كذا، ظروف عائلية معينة. فعلى حسب الظروف. أنا ليش قلت أنه أحياناً الطلاق يعني أصعب من وفاة أحد الوالدين؟ لأنه ممكن الوالدين يكونوا على منتهى المحبة والاحترام وال يعني سمنة وعسل مثل ما بيقولوا، بس توفي بسبب ما، بينما الطلاق ممكن يعني يخالط كثير من الخلاف وكثير من الشجار الذي يمكن، وهنا النقطة التي تقصدين منها خلال الفقرة هاي، أن نجنب أطفالنا ما يمكن أن يؤدي إلى الطلاق. طيب خلينا نرجع بس لحتى تجاوبني عن العمر، لأنه يعني كمان حسب ما قرأت أنه قبل من 3 سنوات أو من 2 سنين للـ5 سنين أصلاً نحن عندنا قلق انفصال، يعني وحكينا عنه سابقاً، فهل تعتبر هاي المرحلة أقصى أخطر يجب الانتباه أكثر إلى الطفل؟ وأيضاً مرحلة المراهقة السلوكيات بعد الانفصال عند المراهقين أسوأ بمراحل عن الأطفال تحت سن المراهقة، فكنت حابة بس نوضح هذول الفترتين العمريتين بالضبط. طيب في نقطتين هنا سيدي ولاء. النقطة الأولى، القاعدة الأولى، كلما صغر عمر الطفل كلما علينا أن نكون أكثر حذر وانتباه. الأمر الثاني، المرحلة العمرية بحد ذاتها ليست هي العامل الوحيد، يعني ممكن ولد وبنت، الولد عمره 11 والبنت عمرها 11 سنة، وربما البنت، وهذا في الغالب، أنضج وأكثر استيعاب من الولد، تفهم أكثر أكيد، هيك العادة. أحياناً ولدين يعني صبيين عمرهم 14 سنة بس، ولكن واحد أكثر قدرة على الاستيعاب والفهم. فإذا كلما صغر عمر الطفل كلما علينا أن يعني نراعي الأمور وننتبه إلى تصرفاتنا وكلماتنا. والمرحلة العمرية يعني مفيدة، بس وعي الطفل وإدراكه وطبيعة علاقته بأمه وأبيه بتلعب دور كبير في كيف نتصرف. جميل. طيب أنا عند تحضير الفقرة خطر لي من الدراما، من السينما، من مواقف شاهدتها بالعائلة الكبيرة، لن أذكرها مشان خصوصية الأشخاص، خذ أولادك معك، أنا ما رح ربي أولادك، لا تجيبي أولاده لعنا على البيت. أشياء يسمعها الطفل السوري في أثناء الانفصال تخصه هو، لا مو بس عم تخص، يعني مو بس أبوك ما بينفع وأمك عملت، وهي الاتهامات اللي بتضل قبل مرحلة الطلاق وحتى بعده بفترة، هناك أشياء توجه للطفل هو غير مرغوب وهو تقيل وجوده أو ماديات بتنحكى فيها. فحضرتك لو تسلسل لنا هيك الأخطاء التي ترتكب في هذه الفترة والجمل اللي بتنقال بالمجتمع السوري لخصوصيته، يعني أكيد في مجتمعات تانية بتشبهنا بس نحن شوي هيك متقلين بالموضوع. نحن على راسنا ريشه تماما. هو تقريركم حقيقه اشار الى بعض الاشياء انا شفتها بين السوريين وغير السوريين. وساذكر 5 امور انا عاده احذر الزوجين اللي على وشك الطلاق. اولا، عدم استعمال الاطفال كجواسيس. بابا شو عمل؟ ماما مين جزارها؟ النقطة الثانية أنه نستعملهم أحياناً حمالين رسائل. قل له لبابا، لا قل له لأبوك كذا، أو قل له لأمك كذا، وكل هذه الأشياء. أحياناً نطلب من الطفل، وهذا أمر هام جداً، نطلب من الطفل الصغير هذا يلي مو مدرك تعقيد الحياة أن يتخذ موقف مع أبيه أو مع أمه. هنا أحياناً الأب أو الأم، غالباً الأم، بتحتاج يعني تطلب من ابنها او بنتها يقدموا لها الدعم العاطفي. فاحيانا نطلب منهم ياخذ، يعني خذ موقف انت مع ابوك لما مع امك،
أحيانا يستعمل الأطفال، اسمحي لي بالكلمة، كرصاصات لضرب أو الانتقام من الطرف الآخر. يعني الزوجة تطلب شيء، الزوج يرفض بمجرد، يعني هو طلب للأطفال بس يرفض لينتقم من الطرف الأمر الآخر والأخير، الحط من قدر واحترام الطرف الآخر. أنا هنا أقول الأب إذا أنقص احترام أبنائه هو بالحقيقة ينقص احترامهم له. يعني هن بيسألوا إذا كانت هي بهذه السوء أو إذا كان هو بهذا السوء، أنت ليش تزوجته أصلا؟ ليش تزوجته أصلا؟ فإذا يعني الفكرة هنا، الخلاصة، نعم الأبوين مشوا بطريقين مختلفين، ولكن يمكن أن نحافظ على التئام الأسرة هذه، مع أنه الأبوين يعيشوا في بيتين مختلفين بأسرتين مختلفين. أشرتي في بداية سؤالك هذا لنقطة هامة، أنه أنا ما حأخذ أبنائك كذا، هذا كثير مؤلم على الأطفال، أنه كأنهم هن المتاع، يعني كنباي أو كرسي أو كذا، خذ أولاد كذا. يعني هذه كل الأخطاء نحذر منها عادة. ربما يلجأ بعض الأشخاص عند الانفصال يعني يعطوا الطفل زيادة، فبصير في مثل تنافس على نيل حب الطفل أو الطفلة، أنه عند ماما ما بتسمح لي أشوف تلفزيون، طب تعا بابا حبيبي رح تورجيك تلفزيون، أو ماما بتخليني أكل كتير شوكولا بس لا هون ما فيك تأكل شوكولا. فالطفل ربما ببعض الأوقات يميل لأنه هو يبقى عند شخص أكثر من الثاني وربما يتأثر. يعني هذا الموضوع تحديدا كتير شفته بالفترة الماضية، تقديم هدايا، في شعور الذنب ربما يحرك الأبوين، ليس فقط موضوع المنافسة. فكمان قد ايه خطير هذا على نفسية الطفل، وكيف ممكن يعني الزوجين المنفصلين يلاقوا سياسة للتربية تسري في البيتين، يعني ما يكون في خلل بالموضوع. أحسنتي، يعني هون في خطأ من الأبوين وأحيانا سوء تصرف من الطفل. طبعا الأطفال أذكياء، واحيانا بيلعب على الحبلين، مصلحة الطفل اخر شيء. ايه طبعا، يعني حب البقاء وغريزه البقاء تجعله انه بيلعب بهذا وبيسيطر على الموقف. يعني ما يرفضه الاب ياخذه من الام او بالعكس. طبعا اشرت الى نقطه هامه، يعني صحيح الابوين نعم انفصلا، بس ولكن نحن ممكن نتفق على طريقه التربيه ومما يعني يخرب الطفل ويجعله يعني مدلل زيادة عن اللزوم، إنه بابا لا 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 لا، ماما يس يس يس، أو بالعكس. فلازم يكون في هذا ماذا يشير على إنه رغم إنه تطلقوا يجب أن يكون بيناتهم حوار، أو ولو على الهاتف، إنه أنا حاطيهم كذا أنا حاطيهم كذا، لأنه الأطفال هن يعني أبنائهم الاثنين. يعني هن منتج علاقتهم السابقة. فحرصهم على الأبناء يجعلهم يتبعوا منهج تربوي واحد لسلامة الأطفال. جميل. طيب خلينا نحكي كمان عن علامات خطر بدلنا أنه الطفل بحاجة لتدخل نفسي، ما عاد يمشي الحال، نقعد ونفهمه ونقول له حبيبي كنا زوجين الآن أصبحنا أب وأم وكل هاي التفاصيل، وجاوبنا أكثر من مليون مرة عن السيرة. وكمان هون يمكن ضروري ننوه أنه يعني لا يحمل الله نفسا إلا وسعها، يعني بأيام الانفصال بيكونوا حتى الشريكين غير مستقرين نفسيا، عم يجاهدوا لحتى يثبتوا أمام الأطفال. وكتير صعب النقلة اللي بتصير ما بين الحديث مع الاكس بالمصطلح اليوم وبس يكون موجود الطفل هيك رسم ابتسامة والحديث بهدوء، يعني كتير صعب الموازنة، بس انه بتقطع. بس عملنا كل شيء، خبرتنا عنه دكتور، ولسه الطفل عنده علامات، ربما هاي العلامات تخبرنا انه هو بحاجة لزيارة مختص مع تمشي الحال بجهودنا الشخصية. والله سؤالك في شقين، الشق الاول حيا الله يعين الزوج والزوجة اللي هن على مرحلة الطلاق. يعني الطلاق هو كأنه فصل عضو من أعضاء جسمي أنا. فالزوجين أو الأبوين الآن
هن نفسهم عم يعانوا ومطلوب منهم أن يقدموا الدعم العاطفي والنفسي لأطفالهم، فالله يعينهم. شغلة مو سهلة حقيقة، فلذلك هون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني رغم اهتمام الأبوين بالحالة النفسية للأطفال، أطفال الطلاق، كمان هن يديروا بالهم على حالهم. إن لنفسك عليك حق، يعني هن مو والله فقط لرعاية الأطفال، كمان هن بشر. سؤال الشق الثاني من سؤالك، ما هي علامات الخطر؟ كثيرة حقيقة. يعني إذا وجدنا أمور نفسية كالصمت الاختياري عند الأطفال، يعني خلاص ما عاد تكلم، أو دخل في حالة من الاكتئاب، أو اضطراب النوم ما عاد نام، أو سلوك النكوص اللي هو التبول الليلي لا إرادي وغيره، أو التراجع الواضح في الأداء المدرسي، أحياناً بعض السلوكيات الخطرة كالهروب من البيت أو الهروب من المدرسة، السرقة، التعاطي، أو أحياناً محاولات إيذاء الذات، كل هذه تستدعي مراجعة العيادة النفسية، سواء طبيب نفسي أو أخصائي نفسي، وكما يقال يعني ما خاب من استشار. جميل. أكيد يعني الفقرة اليوم أخذتنا لكثير بيوت عم يمروا بهي الظروف، ولسه يعني تختلف بسوريا، في الأهل والعائلة ربما بيدعموا، الأشخاص اللي بغربة يمكن يكون وضعهم أصعب، الأشخاص اللي بأوروبا بيكون أيضا في عبء الأوراق القانونية والحضانة، وربما تكون ودية بين بمجتمعنا أو ببلدان أخرى، بس بأوروبا مثلا بيكون في كتير شيء رسمي عم بيصير يمكن يصعب الموضوع أو يسهله حسب كل عائلة وظروفها. فبتمنى أن نكون قدرنا عن جد نوصل لهدول الناس ويعرفوا أنه يعني في قساوة عم توقع على الطفل، أكيد هن فيهم ياخذوا هاي القرارات. وكمان دكتور حسب ما قرأت ورصدنا بالسنوات الماضية، ربما يكون الطلاق فعلا هو النهاية السعيدة لعلاقة ما، والزواج غير المستقر واللي ما في تفاهم واللي ممكن يكون في عنف أو يكون في قلة هيبة مثل ما نقول بالسوري، الأفضل أنه ينتهي. رغم تفضل. أنا بس حبيت أقول أنه حطيت تغريدة على حسابي على تويتر أو إكس، أنه لا ننظر للموضوع على أنه زواج فاشل وإنما طلاق ناجح، يعني بحيث أنه نجنب الأطفال الجراح. طبعا لابد من الجراح، بس أقل الجراح الممكنة، سواء للأب أو للأم أو للأطفال. بالنهاية الأطفال دكتور رح يتعرضوا لكثير أشياء بالحياة، يعني الحياة هي صعود ونزول وفيها أزمات، ويمكن يعني الطفلة اللي خايفين على مشاعره اليوم أو الطفل تتركه حبيبته أو حبيبه بصف السابع ويعيش صدمة أقوى من اللي عاشها بانفصال أبوه وأمه. فأنه دائما في مراحل، بس يعني مهمتنا وظيفتنا إن كان بالمساحة النفسية أنه دائما نذكر ونوعي، وأيضا كآباء وأمهات نعرف أنه العلاقات بتنتهي بس ما في عقد مع أطفالنا، نحن المسؤولين، نحن اللي أنجبناهم، وصحتهم وسلامتهم النفسية والعقلية معتمدة علينا، مثل ما إذا ما طعميناهم رح يموتوا من الجوع، كمان إذا ما درنا بالنا على قلوبهم رح يموتوا من القهر بعيد الشر. هي كانت مساحتنا لليوم دكتور، بدي اشكرك كمان اليوم الدكتور مأمون المبيض الاستشاري في الطب النفسي، شكرا لك. شكرا لك. شكرا.